السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. مشاهدينا، نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم التواصل معنا عبر إرسال رسائلكم النصية. مشاهدينا، اليوم الموضوع سيكون عن العراق بعد 15 عاما من الاحتلال وتبعاته من حكومات متعاقبة. كيف آل الوضع بالعراقي والعراقيين؟ إلى أين اقتيد العراق؟ إلى أين أصبح الوضع في العراق؟ كيف تسير الأمور الآن؟ ما هي الأمور التي جعلت العراق يتذيل ترتيبات التصنيفات العالمية، إن كانت على مستوى النزاهة، على مستوى الأمن والأمان، على مستوى الوضع الاقتصادي، الوضع السياسي وغيرها؟ سنذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لاستكمال الحديث إن شاء الله بهذه الحلقة. الله يخليك جوانا طرق النعال والدشداشه البيضه. شوفهم الان امبراطوريات. عن من تتحدث انت الان؟ عندنا احزاب امكانياتها اعلى من الدوله العراقيه. احنا وين رايحين؟ اهلا بكم. كان هذا حديث من النائب رحيم الدراجي، طبعا هذا جزء من الحقيقه. الحقيقة التي شوهت صورة هذا البلد، التي دمرت هذا المجتمع، الذي دمرت أو التي دمرت طبيعة البلد الجغرافية والثروات الطبيعية الموجودة في هذا البلد، دمرت كل ما يملك من خيرات وثروات. موقع أنتي وور الأمريكي يقول إن العراقيين غاضبون مما أنتجه الاحتلال الأمريكي لبلادهم منذ العام 2003. الموقع أكد أن العراق كان في حالة اضطراب منذ الاحتلال الأمريكي له، الذي لم يجلب له الديمقراطية والازدهار كما وعد المسؤولون الأمريكيون. كانت هذه طبعا من خدعة، من خديعة أو من خدع الاحتلال، بل سلم البلاد لنخبة فاسدة. هذا من موقع أمريكي. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ذكرت أنه بعد مرور 15 عاما من الغزو الأمريكي للعراق، لا يزال العراق غارقا في الفساد الإداري والمالي والسياسي. أضافت الصحيفة الأمريكية أن التظاهرات الغاضبة ضد فساد الأحزاب وفشلها في توفير الخدمات الأساسية ستبقى محافظة على فعاليتها، لا سيما مع ازدياد القمع والنفوذ الميليشياوي الذي أصبح أقوى من أي وقت مضى ويمكن أن تتحكم بتشكيل الحكومة المقبلة. موقع درج المعني بشؤون الشرق الأوسط نشر تقريرا أشار فيه عن وجود اتفاق لتدخل مجلس القضاء الأعلى باعتباره الجهة المشرفة على الانتخابات في تحديد آليات تشكيل الكتلة. الفكرة من هذا الموضوع أو من هذا التقرير هو عن تسييس القضاء، القضاء المسيس الآن في العراق، والذي صنف على أنه قضاء فاسد من قبل المنظمات الدولية وعلى رأسهم طبعا الجهات الدولية الأمم المتحدة. عضو اللجنة المالية النيابية رحيم الدراجي قال إن مصروفات أحد نواب الرئاسات الثلاث تبلغ 12 مليون دولار سنويا دون أن يحققوا شيء. طيب، نأتي إلى موضوع آخر وكلها مرتبطة بتبعات الاحتلال، بنتائج أو إفرازات الاحتلال الأمريكي للعراق. صحيفة العرب الجديد ذكرت أن أكثر من 40 فصيل مسلح أي ميليشيا ونحو 10 أحزاب سياسية في العراق تتغذى ماديا على النفط المهرب من جنوب العراق، بالإضافة إلى 6 جهات كردية تمول نفسها كذلك من تهريب النفط العراقي المنهوب شمال البلاد. نأتي إلى موضوع آخر أيضا مرتبط ارتباط وثيق بإفرازات الاحتلال الأمريكي. اليوم العالمي لمساندة الضحايا التعذيب، منظمة العفو الدولية أكدت تعرض آلاف المعتقلين في مراكز علنية وسرية لتعذيب دائم كالضرب على الرأس والجسم بالقضبان، طبعا هذا في العراق، بالقضبان المعدنية والأسلاك الكهربائية، والتعليق من اليدين والرجلين في أوضاع مؤلمة، والتعرض للصدمات الكهربائية والتهديد بالاغتصاب لانتزاع الاعترافات التي تفضي بعد ذلك إلى محاكمات تنتهي أغلبها بالإعدام في العراق. هيومان رايتس ووتش ذكرت أو نقلت عن شهادات معتقلين ونقلت شهادات عن معتقلين سابقين تروي تفاصيل دموية عن عمليات تعذيب ممنهجة ضد المعتقلين الذين يقضي عدد منهم ليس بفترة قليلة في المعتقلات، طبعا كثير منهم يقضي نحبه تحت التعذيب، واتهمت القضاء الحكومي بالتجاهل والصمت إزاء هذه الممارسات التي يعاني منها 30 ألف معتقل بحسب وكالة الأسوشيتد بريس.
قضية أخرى وهي قضية المدن أو المحافظات التي دمرت جراء العمليات العسكرية بذريعة الإرهاب. عضو مجلس محافظة نينوى عبد الرحمن الوقاع قال إن الأرقام المعلنة عن المشتبه بهم في المحافظة أي في محافظة نينوى غير مقبولة، وطالب بالحد من الاعتقال وفق الاسم الثلاثي. طبعا هذه الآلية المتبعة حكوميا التي يذهب نتيجتها وبسببها آلاف من الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى تشابه الأسماء. نأتي إلى قضية تعامل طبعا صحيفة عرب نيوز التي ذكرت أن الحكومة تعامل أهالي الموصل المتبقين كمواطنين من الدرجة الثانية، نوع من التمييز العنصري والطائفي وغيرها. ونأتي إلى الأمية، ثم نأتي إلى الجفاف، ونأتي إلى الكهرباء. سنتطرق إلى إفرازات الاحتلال الأمريكي في العراق بعد 15 عاما، كيف دمر هذا البلد اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا وتربويا ثقافيا بيئيا صحيا، دمر هذا البلد من كافة نواحيه وجوانبه. نستمع إلى أول اتصال ثم بعد ذلك نعود لاستكمال الحديث بهذا الموضوع الذي طبعا نتيجته أن تخرج المظاهرات دائما وتستمر إلى الأبد في العراق. معنا اتصال السيد أبو حسن من بغداد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي محمد، والإحداث جاب تخلف دمار أمراض سرطانية، يقولون عصابة قاعدة سراق قوة الشعب، جبوا طائفية وقالة ميليشيات قدرة، فعلا كانوا طالعة المجالس كلهم خاطئ شعب بارعة المجالس، وجعلوا هذا الدعم بالدم العراقي هذا العظيم صار رخيص. يا أخي أخذوا حقوق الناس، هذا دمروا البنية التحتية، جلبوا حتى سراق مال أعضاء بشرية مال بشر. يعني تجي المستشفيات تتعجل، قتلوا علماء الدين يا جماعة الاحتلال. وحتى خدم الجوامع وحراسهم قتلوهم، وقتلوا الكفاءات العلمية والعلماء، وقتلوا القادة اللي كانوا كلهم، يعني كل شيء جميل بالعراق قتلوه. قتلوا الشباب، هذا دمروا الزرع، دمروا الصناعة، دمروا كل شيء، دمروا. هي أمريكا الاحتلال ما يجيب، يجيب الدمار، يجيب التخلف. أنا أقول ذاك اليوم مال البصرة 10,000 قريناها في التلفزيون، 10,000 واحد مسمم. وزيرة الصحة عديلة الله يخربط أحواله إن شاء الله، تقول لا ما في شيء، 1500. حتى لو 1500، حتى لو واحد مو بشر، حتى لو واحد لا يعني مو بشر ذولا. هذول دمروا البلد يا اخوي محمد، دمروا البلد. يعني توصل درجة بالمسؤول بالعراق ابو حسن، توصل درجة بالمسؤول انه يكذب الارقام اللي تبالغ مثلا بوجهة نظره، انه 10,000 رقم مبالغ به، في حين انه هو يقول لا هم مجرد بس 1500، وكانه ال 1500 نفر ذولا مو بشر، وكان ال 1500 نفر ذولا جايين مستوطنين على هذا البلد، يعني جايين وكانه جايين من كوكب اخر عبالي. شنو هذا الفكر اللي اجى بيه المسؤول، اللي اجى بيه المسؤول اللي وعد المدنيين او وعد العراقيين بالخدمات وبالصحه وبالحياه الكريمه؟ وين الحياه الكريمه؟ وين الصحه؟ اخي يعني هم دول جوي يعني يدمرون البشر تدمير تام، يعني ما يعرفون هذول مو بشر. طيب يعني ابو حسن يعني اسمح لي، عندي سؤال. خلينا نقول انه اللي دخلوا للعراق بعد الاحتلال من حكومات متعاقبه، ان كانت عن طريق ميليشيات او سياسيين موجودين، كانت لديهم احقاد على طائفه معينه او على جهه معينه او على الكفاءات، خلينا نقول ان كانوا علماء او ائمه مساجد او ادباء او غيرها. طيب الشعب العراقي اللي صار له 15 سنه لم يحصل من هؤلاء على ما وعد به من ماء وكهرباء وخدمات وحياه كريمه وامان ورواتب وغيرها، شنو ذنب الشعب انه يعاني هاي المعاناة؟ اذا كان هم جايين باحقاد على جهة معينة او على مجموعة معينة، ليش تعمم هذه الاحقاد على مجتمع كامل؟ اخي محمد، ولا ما حافظين على بس حافظين على الشعب كله. يعني هسه قول الغربية اذوها ودمروها، مو صحيح؟ نعم. زين ابناء جلدتهم هم دول الخنازير، دول السياسيين. نعم. الخنازير يعني مو هم طائفة أخرى، دووا بالطائفة مالتهم، مو دمروهم. نعم. يعني لا زرع لا مي، تشيف الأهوار، الناس عايشة على الحليب وعلى شغلات هواية، يعني في الأهوار على السمك ثروة الحيوانية دمروها، يعني أشياء هواية دمروها
تفسيد البشر. نعم. هم دول جو قصد يعني، يعني هم قصدهم تدمير الحياة العراقية بالكامل. نعم. يعني دول جوي يعني أكبر مثال أعطيك هذا العامري. نعم. يعني فد حقد مصاير. نعم. الولي يستفي. طيب أسباب الحقد يا أبو حسن، يعني إحنا هسه من نقول حاقدين يعني واحد يحقد على واحد مسويه مشكلة يثأر، ولكن الشعب ما الذي قدمه الشعب أو ما الذي ارتكبه من خطأ أو من جرم لكي يعامل بهذه القسوة، لكي يعامل بهذا القمع، لكي يعامل بهذا العنف؟ أخي جريمة الشعب العراقي، لأن يعني شعب شجاع بس غدروس سفلة، غدروس من كل جانب، 32 دولة هم دولة بالسياسي دولة السياسيين. نعم. لأن هم لما يقولوا إحنا السياسيين وزلم وهاي، يعني ليش ما سووا هم انقلاب عليه؟ نعم. ليش راحوا على الأمريكان طبوا علينا؟ طيب. أنا أشكرك أبو حسن، شكرا جزيلا، أعتذر منك، لدينا متصلين ينتظرون. وضحت الفكرة، هناك أحقاد يحملها هؤلاء ولا يوجد وصف حقيقي لهم حقيقة. هؤلاء الذين جاءوا مع الاحتلال، كل من قدم إلى العراق بعد الاحتلال وجاء مع المحتل، إن كان تسلم منصب سياسي أو كان زعيم ميليشيا، يقول أبو حسن بأن هؤلاء يحملون أحقاد على هذا البلد، على شعبه، وبالتالي يفعلون ما يفعلون الآن. أبو زينب من النجف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحب أن أضيف بما تكلم به سلفي الأخ من بغداد. نعم. أقول يعني إذا عندنا حكومة حقيقية وحكومة وطنية وتدعي أنها تتصف بالوطنية وأن المواطن رقم واحد، ها؟ نعم. أولا أقطع العلاقات مع تركيا، ولا استيراد ولا تصدير، وأوقف النفط اللي يروح عبر أراضيهم إلى ميناء جيهان التركي ويروح من داخل إسرائيل، وهم سادين علينا الميدة يحاربون محتلين الشمال. نعم. هذا واحد. ثانيا أقطع العلاقات نهائيا مع إيران اللي سدت علينا 42 حوز ما حلو باعتبارها دولة منبع. نعم. وفوقها حولتها إلى مبازر قتل جميع زرعنا، وزادت الملوحة بالأراضي والأنهار، وقتلوا الأسماك وقتلوا البشر، دمروا بالهذا. نعم. هذول يدعون الشيعة، خلينا نقول تركيا سنة، هذول الشيعة، إذا الشيعة يدمرون العد سنة شلون؟ نعم. حبيبي هاي مؤامرة كبيرة على العراق والعراقيين سنة وشيعة وعربا وكرد. هاي ثالثا. نعم. بالنسبة الدستور ينص على أن يكون هنالك إقليم من محافظة فأكثر. طيب. ليش الأكراد طوهم أقليم دهوك وأربيل وسلمانية؟ ليش أهل الوسط والجنوب ما يقبلون يسوي لهم أقاليم؟ طيب. وهذا حق منصوص عليه. أبو زينب موضوع الأقاليم أو موضوع التقسيم. نعم. التقسيم أو التجزئة الفيدرالية أو الجغرافية، بغض النظر كانت نوع التقسيم، يعني هذا الموضوع لا يخدم المجتمع ولن يخدم هذا الشعب. هذا الموضوع سيقوم على أساس تفرقة، على أساس أذية ربما قد تكون أكبر من ذلك. يعني الدستور يعني ليش نطي المكون؟ اسمح لي، ليش نطي المكون الحاق؟ لو ألغي نظام الأقاليم كله، ألغي من الدستور وأسوي بلد موحد واحد، مو؟ طيب. بعدين أكو شيء بالنسبة إلى فتوى المرجعية تقول لك المجرب لا يجرب. ذولا جربناه وحفظ طاع السنة، نفس الوجوه مثل بيادق الشطرنج، كل شيلوهم من رقعة يخلوهم برقعة أخرى. طيب احكي للمتظاهرين يعني هذا الكلام. طيب احكي أبو زينب، احكي هذا الكلام. أبو زينب احكي هذا الكلام. اسمح لي يا أبو زينب اسمح لي حتى نتناقش بالكلام شوية أرجوك. هذا الكلام وجهه إلى الناس اللي راحت انتخبت، إلى الناس اللي قالت بالله خلي نجرب، خلي نعطي فرصة للآخرين. هذا الكلام وجهه إلى المتظاهرين اللي خفت حدة تظاهراتهم، اللي نستغرب أنه الناس ليش دا ترجع لبيوتها والعراق دا يحترق والعراق دا يدمر. ذول الناس وين عايشين؟ يعني اللي طلعوا الظاهرة وظلوا شهر أسبوع أسبوعين ثلاثة وأربعة وبعدين خفت حتى حدة التظاهرات، وهسه تقريبا مقتصرة بس على البصرة، ليش دول الناس وين؟ دول الناس مو عايشين؟ ما يعانون؟ شنو هذا الخوف والجبن اللي يمتلك هذا الشعب؟ إذا تسمح لي أجاوبك. تفضل. بالنسبة للشق الأول،
اللي اعلنوه انه الناس راحوا انتخبوا ونسبه الانتخابات 30 الى 33% كلها كذب. نعم. اقسم بذات الله ما حد انتخب اكثر من 10 الى 12%. نعم. هذا واحد وكل تزوير وتجيب. ثانيا الانتخابات انت ما عليك بالاعلام، الاعلام شيء وما يحدث في الساحه شيء اخر. انا احكي انا اتكلم انا اتكلم عن الناس اللي راحت انتخبت، هناك من ذهب لينتخب يا ابو زينب، هناك من ذهب لينتخب حتى وان كانت النسبه قليله، نعم، بس هناك من كان يعتقد ان الذهاب للانتخابات قد يغير. هؤلاء الموهومون الذين خدعوا الان وكشفت الحقيقه بتزوير هذه الانتخابات وبمصادقة مجلس القضاء الأعلى ومفوضية الانتخابات على التزوير، صادقوا على التزوير. زين أقول لك، هو أقل شيء كقانون عالمي بالانتخاب. نعم. يقول لك ما لا يقل عن 30% من المنتخبين. نعم. هذول أنا أقول لك أزيد لك بذات الله ماكو غير 10 أو 12% حتى 18% ما وصلوا. نعم. وكل تزوير تجليد. زين؟ نعم. بالنسبه للمتظاهرين كله قمع، انت ما تلاقي شيء في المحافظات. انت قاعد بالقناه تجيك الخبر كله ممنتج، ما تدري شكو. طيب مو خبرنا اتصل بينا ابو زينب. عيني يا ابو زينب. اتصل بينا واحد، انا اشكرك طبعا، اتصل بينا واحد من اهالي الجنوب عز الدين من البصره وقتها اتذكر. قال بانه تضحيه 100 نفر او 1000 نفر احسن مما نظل قاعدين ببيوتنا ونقمع. يعني خلينا نضحي في سبيل التظاهر، وخلينا نضحي في سبيل انه نخلص من هؤلاء، نضحي بارواحنا وبدمائنا في سبيل نطهر هذا البلد من هذه النماذج التي اساءت لهذا البلد واساءت لشعبه. مو نظل قاعدين ببيوتنا ونقمع ايضا واحنا قاعدين، يعني احنا قاعدين نقمع واحنا بدنا نتظاهر نقمع، خلينا نتظاهر. هكذا راى احد المتصلين او احد المشاركين في المظاهرات من الجنوب. هنا الحديث نستمع للسيد الغريري من بغداد. سيد الغريري، وصلتنا رسالة من أحد المشاركين يقول: نرجو من قناتكم العزيزة أن تنشر ما هو جديد من أحداث المظاهرات والاعتصامات وألا تعيد ما هو قديم، يقصد الموضوع الذي نطرحه الآن إفرازات الاحتلال الأمريكي، حتى لا يتوهم الغير أن المظاهرات قد انتهت بحسب تاريخ التسجيل. سيد الغريري، الناس يعني احنا دائما نقف مع المتظاهرين، دائما نقف مع أي مظاهرة تطالب بحقها، تطالب بحقوقها المشروعة، تطالب بحرية وعدالة واستقرار وأمان وغيرها، لكن لا يمكن السكوت على تقهقر، لا يمكن السكوت على تراجع. يعني نرى الآن ونحن نتابع، لو كان الموضوع فيه زخم كسابقا لسلطت عليه الأضواء بشكل كبير، لكن لا توجد مادة للعرض. الآن خفت حدة التظاهرات كثيرا، ما الأسباب؟ أنا أشكرك أستاذ محمد، بس إذا تسمح لي بالبداية تفضل. يعني أبدأ كلامي بقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. نعم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. صدق أستاذ الله. هذه الآية تنطبق تماما على الواقع العراقي. يعني بالله عليك، هذا الذي يقول لا تعيدوا الموضوع بداية الاحتلال وكذا، يعني 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 اذا لم يحركني انه الاحصائيه التي تقول انه قتل لحد الان 1 مليون عراقي، نعم، فبالله عليك هل تحركني مجرد مظاهرات؟ اذا لم يحركني خبر يقول لي انه لحد الان من 2003 الى حد الان 620,000 جريح، اذا لا خير فيه اذا ما حركني هذا الخبر. نعم. استاذ محمد، 35% من العراقيين تحت خط الفقر، يعني العراق يعني عدد كبير من العراقيين بالملايين لا يتجاوز مدخوله اليومي $5 فقط. نعم. عندك 48 مليون دولار من استاذ محمد بالثمن صدام، ثلثينها راحت، يعني الان فقط 10 ملايين دولار صالح للزراعه اذا زرعت، ها؟ نعم. اذا ما نفذت المحصول الايراني الرديء الموجود بالسوق. استاذ محمد، احنا تعرضنا لهجمه والله من زمن هولاكا ما تعرض العراق لمثلها. المصيبه الكبرى استاذ محمد، البارحه معمر يعيب على المتظاهرين في البصره يقول لهم: الا تخجلون تتظاهرون من اجل الماء ولا تتظاهرون من اجل اسقاط رئيس ابو جعفر منصور في بغداد؟ لا عليك، هذا منطق المعممين الذين يريدون ان يتصلوا بالظلم. لكن للاسف يعني الى متى الشعب العراقي يتناين؟ الوعي يا سيد الغريري، الوعي، يعني لدينا بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش 6 ملايين عراقي أمي،
الآن هذه النسبة بارتفاع، نسبة الجهل والتخلف أو نشر الأفكار الزائفة أو تزييف الحقائق الآن في الشعب أصبحت مهنة، أصبح هذا الموضوع مهنة، سيطروا بها على عقول الشباب وعلى عقول الناضجين من الفئة الشبابية إن كانوا رجال أو نساء. الآن هؤلاء هم عماد المجتمع، يتوهون، يتم تغييبهم، يعني تغييب متعمد من قبل هؤلاء المعممين أو من قبل حتى مثقفين تلاعبوا بثقافتهم عن طريق التلاعب بعقول الناس. نعم أستاذ محمد، أستاذ محمد أنا أحكي لك، أنا أستاذ جامعي، تقبل لا يجيني طلاب اسمه ما أعرفك أنت، أخطاء إملائية ما تفتفر. نعم هذه مسألة، مسألة أخرى أستاذ محمد، بس يعني لك أن تتصور مدى الذل الذي وصل إليه الشعب العراقي. نعم عضو مجلس محافظة البصرة جواد عبد العباس يقول مياه الشرب التي تنقل الآن في البصرة للأهالي بعضها ينقل في مركبات الصرف الصحي أستاذ محمد يرحم والديك، بعضها ينقل في مركبات الصرف الصحي، يعني هذا قدر العراقيين عند هذه الحكومة. فإذا هذه الحكومة لم تأتي لإنقاذ الشعب بل لتدمير الشعب الذي راهن العراق بصندوق النقد الدولي. العراق الآن مطلوب فيه 29 مليار صالح 29 دولة، صندوق الدول النقد الدولي فرض على العراق أنه إيقاف التعيينات إلى سنة 2025. نعم ماذا بقي من العراق أستاذ محمد؟ الله يرضى عنك، يعني تتحدث عن التعليم، تتحدث عن الزراعة، تتحدث عن الرياضة، تتحدث عن الإنسان. العراق الآن خراب في سراب، هؤلاء جاءوا لتدمير البلد، هؤلاء عندهم خطة ممنهجة وضعت من قبل أمريكا وإيران، لا بد أن ينتهي العراق، لا بد أن يدمر البلد هذا. يعني 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 ماذا نتكلم عن حرب الجامعات والمعاهد والرشاوي وبيع الدرجات؟ انت شايف دوله بالعالم الان طالب اعداديه يشتري درجات حتى ينقبل الكليه اعلى، اين المستوى العلمي؟ اذا كان المسؤول يشتري منصب فالمواطن العادي ليش ما يقدر يشتري الدرجات؟ شنو اللي يمنع يعني؟ اذا المسؤول ده يشتري منصب، ده يشتري اصوات الناخبين. استاذ محمد والله العظيم هسه لو اوديك الجامعه المستنصريه اللي باليرموك بالقران كل طالب حسينيه مو طالب جامعه، لافتات وصور ولعن الله فلان ولعن الله فلانه وما اعرف ايش، يعني 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 العراق انتهى، العراق انتهى. شكرا جزيلا سيد الغريري، هذه افرازات الاحتلال. نحن عندما نتحدث ويقول السيد أو لم يذكر اسمه حقيقة يتحدث عن المظاهرات، هذه نتيجة، المظاهرات هي نتيجة الدمار والخراب الذي حل بالعراق نتيجة الاحتلال، نتيجة الأشخاص الذين جاءوا مع الاحتلال، هؤلاء السياسيين والميليشيات والمعممين، هؤلاء الذين دمروا هذا البلد ودمروا هذا المجتمع، نتيجتهم بالطبع ستظهر وتخرج المظاهرات. يقول بالأمس نشر مجموعة من الناشطين هاشتاج تحت عنوان قطرة ماء لإنقاذ أهل البصرة، كان من المفروض أن يطلقوا مبادرة نفر من كل بيت الظاهر مع أهل البصرة ونزحف للخضراء لقلع الرؤوس. طيب كلام سليم، يجب أن يكون هناك تفاعل مجتمعي، تفاعل من أجل التظاهر، يجب أن تكون هناك هبة، لكن العتب على مثلا يعني توجيه عتب من قلب محب إلى قناة فضائية تعتبر الأولى التي سلطت الضوء على المظاهرات في العالم، أنا متأكد من ما أقول، لا توجد قناة في العالم سلطت الضوء على المظاهرات في العراق كما فعلت قناة الرافدين، وستبقى كذلك حقيقة لأنه هذا واجبها. لكن قضية أن لا تحدث مظاهرات أو أعداد بالعشرات ويجب أن يسلط الضوء عليهم وتكبر إلى شكل أكبر من حجمه، هذا ليس بإعلام. نحن نعرض ما يوجد في الشارع، نحن نعرض المعاناة الحقيقية للمواطنين، نعرض أصوات المواطنين الحقيقية الموجودة في الشارع. لا يمكن تسليط الضوء على بضعة نفرات ونقول بأنها مظاهرات عارمة تعم الشوارع العراقية. نحن قلنا ذلك عندما حدثت مظاهرات قوية في العراق، وسنقول ذلك عندما تحدث مظاهرات أقوى إن شاء الله. لكن لا يمكن فقط الحديث عن قضايا متعلقة ببعض بضعة أنفار ونهمل جوهر المأساة التي يعيشها العراق، حكومة فاسدة وأحزاب فاسدة وسلطة فاسدة وميليشيات ودمار وخراب هنا وهناك. فأرجو التفاهم بهذه القضية، سنبقى إن شاء الله داعمين لأي نشاطات تخلص العراقيين من مأساتهم ومن معاناتهم، لكن بالحد المنطقي، بالشكل المنطقي، بالطريقة المنطقية، ليس بطريقة المبالغة والتضخيم الغير مبرر حقيقة. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، أرجو البقاء معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. رسالة من أحد المشاركين يقول: أخي محمد، إذا تتكلم بالواقع يقولون أنت طائفي، ولكن من الذي قتل وهجر وسرق ممتلكات أهل الغربية غير الجيش والعصابات؟ أليس بأوامر من إيران؟ والآن تدور الفقراء والمساكين من الشيعة من الوسط والجنوب. زين، المرجعية شنو دورها؟ مو الناس دمرت، ليش الحشد شكل بيوم والسراق صار 15 سنة يسرقون ويقتلون والآن يحكمون؟ أي دين وأي إسلام وأي شعب رخيص هذا؟ أحد المشاركين يقول: يعني فتوى أخرجت وجيشت وحشدت ورفعت السلاح بذريعة الإرهاب ودمرت محافظات بهذه الذريعة، ألا توجد فتوى تخلص العراقيين من الفساد ومن الميليشيات ومن القتل ومن الدمار؟ هذا السؤال يوجهه كل مواطن عراقي يخاف على بلده، يخشى من يوم غد الذي قد لا يصحى فيه من النوم بسبب اغتيال من ميليشيا، الذي قد لا يفيق له ولا عائلته بسبب القصف والدمار، بسبب الجوع، بسبب الفقر. طيب، مبروك من الإمارات يقول: حقيقة سيد مبروك له كل التحية والإجلال، ولكن كما قلنا سيد مبروك حاول أن تختصر قليلا برسائلك لأنها طويلة جدا. يقول: أخي محمد، شهدنا في الأسبوع المصرم ظهور تكتلات سياسية وتحالفات جديدة بين خصوم الأمس القريب بغية تشكيل الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة، وكأن العراق ليس فيه شعب ومواطنون يعانون من شتى أنواع الانتهاكات في حقوقهم المعيشية والإنسانية وعدم توفير الخدمات. هذا كان موضوع قد أخذناه سابقا وطرحناه، وهو موضوع مهم للغاية، موضوع عدم الاكتراث لهذا الشعب، لهذا المجتمع، أن تخرج مظاهرات تستمر لعدة أسابيع تطالب بداية بالخدمات، ثم بعد ذلك تتطور بسبب القمع والظلم إلى إسقاط هذا النظام وإسقاط هذه الحكومة وأحزابها، ثم تخرج الحكومة وتخرج هذه السلطة لتدعو إلى تشكيل حكومة سريعة بدعوة من المرجعية ودعم طبعا، تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، تشكل على انتخابات فاسدة متهمة بالفساد والتزوير، لا يهم، المهم أن تشكل هذه الحكومة لكي تكون أمرا واقعا يفرض على العراقيين. الآن هذه الدعوات الموجهة من قبل السياسيين لبعضهم البعض بسرعة تشكيل هذه السلطة بشوائبها، بعيوبها، بالخلل الموجود بها، المهم تشكل حتى يكون هناك أمر واقع يفرض على العراقيين ويقال بأنه انتظروا 4 سنوات قادمة ثم بعد ذلك تعالوا لننتخب مرة أخرى لكي قد تتخذون من نفسكم شخصا قد يمثلكم في الحكومة. هذه الوعود الوهمية، هذه الخدعة التي سميت بالانتخابات التي بنيت على محاصصة طائفية وحزبية وغيرها، هذه الخدعة التي ذهب للأسف البعض لكي ينتخب في الانتخابات الأخيرة ولم ينكوي من نار التدمير والدمر الذي حل بالعراق لمدة 15 عاما وذهب لينتخب. عموما هو رأى بنفسه نتيجة انتخابه، انتخابات مزورة، والأشخاص الذين قد انتخبهم ربما لم ولن يفوزوا بسبب أنهم ليس لهم مكان في الاستراتيجية الأمريكية والإيرانية التي توضع للعراق كل 4 سنوات في تشكيل حكومة جديدة. رسالة من أحد المشاركين يقول: نوجه طبعا نحن بدورنا نوجه سؤالنا إلى المرجعية الرشيدة ونقول: هل يجوز قبول ولاية وحكم من يثبت إدانته بالسرقة والفساد ليقود جمع المؤمنين ويمثلهم شرعيا وقانونيا؟ يقول: أرجوك أستاذ تقرأ هذا السؤال للمرجعية. السؤال هو: إذا كانت المرجعية هي تبارك لهؤلاء فكيف يمكن أن يوجه هذا السؤال لها؟ خلينا نكون منطقيين وواقعيين، إلى متى سنظل نعتقد أن هذه الجهات التي تحسب على أنها جهات دينية ليس لها دخل فيما يحدث في العراق من أمور سياسية واقتصادية وأمنية؟ يعني إلى متى نبقى في هذا الوهم أن هذه الجهات ليس لها علاقة؟ من الذي دعا إلى الانتخابات؟ من الذي دعا إلى تشكيل ميليشيات؟ من الذي لم يدعو إلى مقاومة احتلال؟ من الذي يبارك لهذه العملية السياسية؟ أليس عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعية الذي خرج ليقول ندعو إلى الإسراع بتشكيل الحكومة؟ الحكومة التي خرج الشعب من أجل رفضها ومن أجل تركها لهذا البلد ومغادرته، ألم يخرج عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعية ليقول ندعو إلى الإسراع بتشكيل هذه الحكومة؟ طيب، هذه المرجعية هي التي تدعو إلى إسراع هذه الشخصيات الفاسدة بتشكيل الحكومة، إذن كيف لها أن تقف أو تبرر أو تجاوب على هكذا سؤال؟
معنا اتصال. سيدة أم عبد الله من بغداد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة وإلى الشعب العراقي المتظاهر الشريف. شكرا جزيلا. أستاذ آخر تصريح إلى العبادي. نعم. قال إنه يا الشعب العراقي أنتم لا تتصورون إنه أنا أقدم خدمات للشعب العراقي ككل في كل المجالات. لأن ثرواتنا إحنا ترى مو بالمعنى اللي أنتوا تتصوروها. ليش ثرواتنا نفط الحمد لله والشكر وزراعة ثروة حيوانية ومعادن وما أدري شنو، وين راحت هذه؟ الأمريكان الجوية على أساس إنه فرض الديمقراطية، وهاي الديمقراطية اللي شفناها عند الشعب العراقي والحكومة العراقية ما بينها وما بين الشعب العراقي كل فساد إداري، والثروات البلد تروح عن طريق الميليشيات يومية 400 مليون دولار الميليشيات نفط إلى إسرائيل وإلى الدول المجاورة. نعم. كلها والأموال كلها تأخذها إلى هاي بالإضافة إلى تصريف النفط إلى دول العالم. العصابات اللي موجودة والميليشيات حتى الجيش العراقي، زين وين غيرة الجيش العراقي اللي كان اللي رابع جيش في العالم؟ هو يصير انه هذا ما له وجود، بس الميليشيات موجوده. نعم. استاذي عندنا الهسه بالوقت الحاضر انه من صارت مشكله البصره. نعم. انه الحكومه قالت انه احنا من نتبع التصرف اللي تبعناه في المحافظات الغربيه والشماليه. راح نتبع هي طريقه التجويع والتسمم. نعم. سيد عديله جدي الى البصره وقالت ما بغى بس كم شغلة وإنه كلها إسهال بسيط. إذا هي نفايات نووية نزلت من إيران إلى الأنهار وإلى نهر الخصيب. نعم. هذه شون يعني تسممات يعني بسيطة. نعم. أستاذ إحنا الشغلة هي شغلة حلول، مو شغلة أني أعدد المشاكل والمعاناة اللي دي عاني. طيب الحلول يا أم عبد الله، الحلول يعني أول شيء خلي أستاذ أول شيء خلي نغسل قلوبنا من الطائفية. لأن أكو هواية عندنا طائفيين، وحتى إذا كنا متعاونين لازم هاي الشغلة تنزاح من عندنا. نعم. هاي أولا. ثانيا اختيار شخصية قوية، لأنه إذا مو قوية راح تكون لأن الحكومة بأسنا ضعيفة. بعدين اختيار القيادة تكون شريفة. اسمحي لي يا أم عبد الله، خلي نجي واحدة واحدة. نغسل قلوبنا من الطائفية افتهمناها، اختيار شخصية قوية، هذه الشخصية يتم اختيارها في هذا الوقت مع هذا الدستور مع هذه السلطة، أم أنها في المرحلة التي تلي السلطة هذه؟ أستاذ إحنا هسه لأنه عندنا إحنا مظاهرات، والمظاهرات إحنا دراوح بيها بمكاننا. لا هي قوية ولا هي تتعبر عن تغيير ولا ضغط على الحكومة ولا الحكومة دارت لنا بال. زين. فالمظاهرات يعني أعتبرها يعني نوع من الضعف مع الاحترام إليه. وقوة الميليشيات هي بتقوم بعملية إبادة المعتقلين واعتقالهم ونوع من الضوضاء وعدم الاستقرار الأمني في البصرة. فهسه إحنا يعني أستاذ إحنا يضادلنا إنه غيرة المحافظات العراقية ككل تهب هبة واحدة مع الشمال والجنوب والوسط، ويروحون إلى المنطقة الخضراء يعلنون هو إلغاء المنطقة الخضراء وإلغاء البرلمان وشلع قلع مثل ما يقولون. لأنه إحنا إذا بقينا هيجي ترى هو العراق راح. إذا نريد اللملم مثل ما يقول يعني سيادتنا أو قوتنا أو عراقنا فنوقف هاي الوقفة. شكراً أم عبد الله، أشكرك، وصلت الفكرة. أبو ناصر من تركيا تفضل. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا حضرتك وقناة الرافدين. حياك الله أبو عبد الله. أبو ناصر أستاذ محمد، يعني أنا بس أريد أعقب على الأخ اللي يسأل عن دور المرجعية. نعم. يعني يا أخي أنت إلى هسه ما عرفت شنو دور المرجعية. أول فتوى أصدرتها المرجعية هي كانت مباركة احتلال العراق. نعم. هاي أول فتوى أصدرتها ودمرت الشعب وضيعت البلد بهاي فتواها. نعم. وبعدين اجت فتوتها بتأسيس الحشد اللي قمع كل الشعب العراقي. نعم. ما خلى شيء من الشعب العراقي بكل طوائفه ما قمعها. هاي فتوى المرجعية.
ويطلع لنا عبد المهدي الكربلائي يطالب بتشكيل الحكومه باسرع وقت. نعم. وهو يعرف والسيستاني يعرف بان الانتخابات هي بالاساس كانت مزوره وما وصلت الى 20% من مشاركه الشعب. نعم. ومع ذلك يدعون الى التسريع بتشكيل الحكومه. يعني هي بعد 15 سنه من حكم هذول الفاسدين والعملاء استاذ محمد شنو صار بالعراق؟ يعني العراق صار أسوأ دوله للعيش بالعالم. يعني بعد 15 سنه من حكم هذول الانذال صار العراق اكثر دوله بها ميليشيات مسلحه. نعم. مباركه المرجعيه. بعد 15 سنه ما قدموا هذول العملاء اللي سلطوا على رقاب الشعب. نعم. الا تدمير البنيه التحتيه وانتشار الدعاره والمخدرات وتأجيج الطائفيه، تهجير الملايين. اريد رايك برساله من احد المشاركين ابو ناصر، يقول: سامحني يا اخي اذا اخبرتك بوجوب انتظار الجيل الجديد، لأن هذا الجيل للأسف يعبد الأصنام كالطائفة والمرجع وغير ذلك، يجب أن يموت هذا الجيل بصمت. يعني الآن هناك فقدان للأمل بهذه الأجيال، بهذا الجيل الموجود حاليا في العراق، لأنه جيل تأسس على تخلف وجهل، غيب عقله وأصبح مقتاد من قبل مجرمين، من قبل سفاحين كما يصفهم الفاهمون الواعون، هؤلاء الذين يقتادون من قبل معمم خرف متخلف يقودهم الى التهلكه، او من قبل زعيم ميليشيا، او من قبل مثقف استغل هذا العلم والثقافه لديه بان يحولها الى اغراض اخرى كاغراض سياسيه او طائفيه او غيرها. لماذا اصبح العراق يعاني بشبابه؟ يعني الشباب هم عماد المجتمع وهم الذين يعتمد عليهم بالمظاهرات وبتخليص هذا العراق، الآن هم أصبحوا الثغرة أو العقبة التي تقف أمام الحرية بالنسبة للعراقيين. أستاذ محمد، هذا الجيل سمموا أفكاره وسمموا عقله هذول المعممين الفاسدين اللي تابعين الإيران. هذا الجيل اللي هسه يجيك واحد عمره 18 سنة أو 20 سنة يقول لك شنو شفنا من حكم صدام حسين إحنا سابقا، وهو أساسا ما كان عايش بوقت وجود صدام حسين وحكومة صدام حسين. نعم. لكن هالزمرة هاي الفاسدة، هذول المعممين المجرمين الفاسدين اللي دمروا الشعب، هم اللي سمموا افكاره، هم اللي زرعوا به الطائفيه، هم اللي خلوه يحقد، ولهذا تلقي هسه كل الجيل هذا الجديد دا يتبع المرجعيه ودا يتبع فتاواهم، وهو ما يعرف بانه فتاواهم هي اللي دمرت البلد. طيب ابو ناصر، حتى لا نعود ندور بهذا الفلك، خلينا نحكي هسه بالواقع. الواقع يقول ان العراق مدمر على كافه الجوانب والنواحي بسبب سياسات خاطئه وحكومات وشخصيات فاسدة تسلمت مناصب في هذه الدولة. الآن العراق الذي أنفق 40 أو أكثر من 40 مليار دولار على قطاع الكهرباء يطلب من المملكة العربية السعودية أن تمده بالكهرباء، بالطاقة الكهربائية، بدلا من إيران، لأن إيران فيها مشاكل متعلقة بينه وبين إيران بقضية الكهرباء، يطلب دعم الآن من السعودية. الأموال التي أنفقت على هذا البلد من بخصوص قضية الكهرباء، أين ذهبت هذه الأموال؟ لماذا لم يرى المواطن العراقي خدمات بعد أن يسمع هذه المليارات التي قيل أنها أنفقت على القطاع الفلاني أو القطاع الفلاني أو غيره؟ يعني الكهرباء عندما تنفق 40 مليار دولار، أنت ترى أو تنظر إلى جمهورية مصر العربية التي لم تنفق ربع ما أنفقه العراق على الكهرباء، جهزت مولدات ضخمة يمكن أن تضيء هذا البلد بكامله. طيب وين العراق؟ ليش ما يقدر؟ ليش هو عند العراق لديه الإمكانية المالية ليشتري؟ لماذا لا توجد سياسات حقيقية أو يعني صحيحة توضع من أجل أن توفر الكهرباء أو الماء الصالح للشرب أو غيرها؟ يعني هو كفاية أستاذ محمد، أكو بعض المسؤولين اللي يعتبرون نفسهم هم سياسيين وهم حسالة بالأساس، واحدهم يملك ميزانية 3 دول عربية. نعم. يعني المالكي وأسامة النجيفي وأياد علاوي وعمار الحكيم وغيره وغيره، كل واحد من عندهم يملك له اكثر من 50 مليار ويروحون يستجدون من الدول على كهرباء، معقوله هي هاي؟ يعني 15 سنه انصرفت مليارات الدولارات والشعب محروم من الكهرباء والماء الصالح للشرب، وهو حتى هسه بظل هاي الظروف ومن 2003 الى هسه المواطن حتى هو قاعد ببيته هو ما مأمن على نفسه. شلون انتم تردون تحكمون بلد بعد؟ يعني حتى الحدائق استاذ محمد صارت مقابر. يعني حتى الطفل بظل هاي الحكومه الفاسده قام يحمل سلاح ويهدد به. استاذ محمد، حقدهم على الشعب العراقي هو ارضاء الاسياد هم الايرانيين. العراق ما دي حكومه، واذا يقولون اكو حكومه فهي تابعه لايران.
يريدون يخففون عنهم هزيمتهم على ايد الجيش العراقي السابق من جراح مسلم. ومسألة المجرب لا يجرب، هاي كل الشعب عرفها، إلا الشعب العليك المفروض أنه من سمعت هاي المقولة مال السيستاني أن لا تجرب المرجعية بعد، لأنه أنت جربت المرجعية وعرفت شنو اللي قدمت لك إياه المرجعية. المرجعية بالأساس هي ضدك أنت يا شعب العراق، لا تتبع المرجعية. نعم، أشكرك أبو ناصر، شكرا جزيلا. أبو فيصل من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير محمد. مساء النور، اهلا ابو فيصل. شلون استاذ محمد؟ حياك الله، اهلا وسهلا، تفضل. احييك واحيي قناه الرسم واحيي كادر الغناء واحيي الاخوان المتصلين. شكرا. كلهم ابو حسن من بغداد احييه واحيي بغداد، بغداد الرشيد، بغداد السلام. حياك. والله يحفظ العراق. بالنسبه لهذه العصابه اللي حاكمه بالعراق، هي ما يفيد بها يا استاذ محمد. نعم. مظاهرات سلميه ما سلميه، اذا ما يقوم الشعب يكنسها مكنس. قسم بالله لن تقوم للعراق قائمة. هذول عصابات ليس دولة، وإنما يطلع لك نعم. مثل هذا التافه جلال الصغير يقول لك إيران في قرار من الأمم المتحدة نعم. تعويض إيران 1,100 مليار دولار تعويض حرب الخمين اللي فرض على العراق الشقيق نعم. الذي حجمه الجيش العراقي الباسل والشعب العراقي البطل. فهذول لازم كنز. قصة سلمية نعم. ما سلمية ما يسمع هذا العصابات نعم. مجرمين نعم. هذا العباد يعادل 8 سنوات حق نوري المالك المجرم الثاني. فهذا العباد بيوم واحد سوى إجرام أكثر منه من نوري المالك 8 سنوات بيوم واحد، بس تدمير الموصل تدمير والحين البصرة الجنوب نعم. بدأ هذا يثور الشعب العراقي يقبض عليهم ويحاكمهم، خصوصا العباد وهذه الجلاوزة المجرمة. شكرا جزيلا أبو فيصل. طبعا لدينا رسالة من ابن ميسان هي مشابهة لما تحدث به السيد أبو فيصل، ذكر نقطة. قال ابن ميسان: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من خلال منبركم الحر أخاطب العميل المعمم جلال السخيف، يقصد جلال الدين الصغير. يقول: الذي يطالب بدفع تعويضات إلى إيران ويتجاهل البادئ بالحرب، ألم يكن مدون في الأمم المتحدة 338 مذكرة احتجاج من حكومة العراق إلى حكومة إيران لتجاوزاتها المستمرة على بلدنا الحبيب، الخزي والعار لعملاء إيران؟ ابن ميسان. طبعا هذه القضية الآن بعد الأزمة الاقتصادية التي ظهرت طبعا وفرضت على إيران العقوبات وغيرها، هذا الموضوع يذكرنا بقضية اليهودي عندما يفلس. عندما يفلس اليهودي يبدأ بالبحث بالدفاتر القديمة ليرى الدين الموجود هنا والدين الموجود هناك، ليبدأ بتحصيل دينه، وبالتالي يقف على قدميه مرة أخرى اقتصاديا أو ماليا. نفس الأمور، لا يوجد اختلاف بين إيران واليهود أو عملاء إيران واليهود، نفس المبدأ، ولكن يتبع بطريقة خاطئة، لأن العراق الآن مسيطر عليه إيرانيا، بالتالي يخرج جلال الدين الصغير أو عمار الحكيم أو غيره من الميليشياوية أو من هؤلاء الذين قيل عنهم أو يقال عنهم أنهم سياسيون، يخرجون هؤلاء ليتحدثوا بأن إيران لديها حقوق في العراق، إيران التي دمرت هذا البلد، إيران التي حاولت أن تحتل هذا البلد مرارا وتكرارا إلى أن وفرت لها أمريكا هذا الموضوع، وأصبح لديها الحرية بالتحرك في العراق والسيطرة على الحكم والسيطرة على القضاء وكافة جوانب الحياة أو الجوانب التي يعني معنى بها أو يعنى بها العراق، إن كانت اقتصادية، أمنية، سياسية، عسكرية وغيرها. الآن هؤلاء يطالبون بحقوق إيران بعد أن دمرت إيران العراق وبعد أن سرقت منه أضعاف مضاعفة ما قد تأخذه من تكاليف الحرب، سرقت منه من هذا البلد هذه الأموال الطائلة عن طريق عملائها. الآن يتحدثون بأن إيران لديها أموال لدينا ويحتاجون إلى إعادتها. طيب ماذا عن حقوق العراق من هذه الحرب؟ أليس للعراق حقوق من هذه الحرب؟ ألم يدمر العراق بالقدر الذي دمرت به إيران؟ هذه الحرب انتهت نعم بانتصار العراق، ولكن وفق معاهدات كانت الحرب قائمة، وكان أبو مهدي المهندس وهادي العامري وغيرهم وحتى جلال الدين الصغير هؤلاء كانوا يقتلون بالعراقيين في الثمانينيات. في هذه الحرب كانوا يقتلون بالعراقيين، أليس لهؤلاء العراقيين حقوق يجب أن يأخذوها من إيران؟ لماذا إيران فقط هي التي تأخذ حقوق من العراقيين؟ لماذا يقال بأن إيران لديها أصلا حق في العراق؟ هذه نقطة. طبعا بالنسبة لقضية المياه،
الجفاف والتلوث الآن في محافظة البصرة، الجفاف في العراق بشكل عام بعد الإنذارات التركية الكثيرة والتنبيهات والتحذيرات، يا جماعة أنشئوا السدود، لا توجد آذان صاغية في العراق لأنهم مشغولون ربما بقضايا أخرى. على العموم الآن العراق يعاني من جفاف ويعاني من تلوث مياه. يقول هل الموظف يحتاج إلى انتخاب أو يحتاج إلى انتخابات أم يعين من جهة عليا؟ كذلك موظفي المنطقة الخضراء يتم تعيينهم من خامنئي. تجاوزات في زين القوس وسيف سعد وأم الرصاص من قبل خميني. يوميا نشتري ماء بعشرة آلاف دينار للغسل والشرب. هذا جزء من معاناة العراقيين. مشاهدينا الكرام، بعد 15 عاما من الاحتلال العراق من سيء إلى أسوأ بكافة مجالاته، دائما يوضع كأول التصنيف في أي تصنيف متعلق بدمار أو فساد أو سوء في أي بلد في العالم، ويوضع في آخر التصنيف في أي تصنيفات متعلقة بالرفاهية والحياة الكريمة والأمان والنظافة والاستقرار وغيرها. العراق خرج من تصنيفات متعلقة بجودة التعليم، خرج من تصنيفات متعلقة بالأمان وبالوضع الآمن وبالوضع الاقتصادي السليم وغيرها. دائما ما يتذيل هذه الترتيبات أو يتصدرها إن كانت مقلوبة، يعني إن كانت من الناحية الأسوأ يتصدر ومن الناحية الأحسن يتذيل أو يخرج من التصنيف في كثير من الأحيان. هل هذا هو العراق الذي وعد به العراقيون؟ هل هذه هي الوعود التي أطلقتها الولايات المتحدة وأطلقها هؤلاء الذين جاءوا مع الاحتلال؟ وعود الرفاهية والديمقراطية والحياة الكريمة. نرى العراقي بسبب الديمقراطية يقمع، ونرى العراقي الذي يقول لا لإيران يقمع. أين الديمقراطية وأين الحرية في التعبير؟ إن كانوا الإيرانيون في الداخل الإيراني يقمعون لأنهم يقولون لا لنظام فاسد، فكيف بالعراق الذي تسيطر عليه إيران؟ وصلنا إلى الختام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى اللقاء.